هجيب صاج كده بالشكل ده وهبدأ أرص فيه الفراخ بتاعتي أهي، متبلة كويس جدا، كل البهارات والزبادي والكاتشب والحاجات دي كلها، الفرخة كلها شرباها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دخلها صينية أو أدخلها صاج لحد ما تستوي، وهي مش هتاخد وقت خالص لأن هي كمان حجم الفراخ عندي مش كبير فمش هياخد وقت خالص. أهو شوية بقى اللي فاضلين دول من البهارات أشوف كده إيه أتبل بيهم أي حاجة، أهو مرميهمش. بصوا شايفين، تعالوا بقى ندخلها الفرن. هندخلها الفرن لحد ما الفراخ عندي تستوي، وبعدين دلوقتي هنعمل الرز اللي احنا هنقدمه معاه. ننظف كده الدنيا، نشيل الحاجات اللي انا مش محتاجينها وندخلها الفرن على طول لحد ما الفراخ تستوي. زي ما اتفقنا هي مش هتاخد وقت لان هي متقطعه على 4 قطع مش فراخ كامله، وفي نفس الوقت هي الفراخ عندي حجمها صغير. ارفع لي الصوت ده شويه. تمام كده، هسيبها لحد ما تستوي وتعالوا نعمل الرز اللي احنا هنقدمه معاها. الحله عندي سخنه على النار مسخناها، وهبدا ان انا اعمل شويه الرز الحلوين بتوعي اللي انا هقدمهم مع الفراخ. احط كده اي ماده دهنيه، زيت، سمنه، زبده، اللي انتوا حابينه. حابين تحطوا شويه زيت على زبده برضو تمام. هبدا كده احط شويه زيت، وعندي البصلايه المفرومه اهو بالشكل ده كده، عايزه اخليها تدبل وتتشوح كده حلو. هاتلي مكعب مرقه كمان اسلم مرقه. هحط فصين الثوم المفرومين اهو مع البصلايه كده، يدوني طعم وريحه حلوين جدا مع الرز بتاعي اهو كده. بصوا عايز ادي تشويحه، مش عايزه احمر، انا مش بحمر البصل ومش بحمر الثوم، انا مجرد كده ايه الزيت حطيته يسخن شويه وبعدين نزلت بالبصل والثوم لحد ما يتشوحوا بالشكل ده. عايز اشوحهم كده خليهم اصفر كده شويه يتبلوا بس مش اكتر من كده. مكعب المرقه ده اختياري، يعني حابين تحطوه او تشيلوه براحتكم خالص، تقدروا اللي انتوا تتحكموا يعني في الموضوع ده اهو كده بالشكل ده. انا حطيت كل الكركم، معلش دي شويه كركم اسلام اهو كده. هقلب كده الكلام ده كله كده مع البصلايه، اتاكد ان مكعب المرقه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده داب عشان ما يبقاش مكلكع معايا في اي رز او اي حاجه. تمام كده اهو، من نفس شويه الكركم اللي احنا تبلنا بيهم الفراخ هسيب شويه كده ايه اتبل بيهم البصلايه والثوم بتوعي اهم بالشكل ده، واقلب اشوح كده الكركم مع البصل والثوم، وابدا احط الفلفل حار بقى او رومي زي ما انتوا حابين اهو بالشكل ده كده، واقلب وهبدا احط جزرايه مبشوره، دي طعم جميل وبتسكر لي الرز كده وبتخليه حلو جدا، واقلب كل الكلام ده كده مع بعض اهو. يبقى انا حطيت زيت، حطيت البصل والثوم، سبتهم يتبلوا شويه تشوحوا تشويح حلوه، حطيت مكعب مرق وده اختياري، تقدروا ان انتوا تشيلوه تحطوا مكانه ملح عادي، وحطيت شويه من الكركم اللي احنا تبلنا بيهم الفراخ، سبت شويه كده ايه ابدا ان انا احطهم على الرز بتوعي، وحطيت الجزرايه المبشوره والفلفل الحار او الرومي زي ما انتوا حابين. حابين تحطوا فلفل رومي مفروم كده وتحطوا قرن فلفل حامي مع الموضوع تمام، يعني براحتكم خالص زي ما انتوا حابين. نشيل الحاجات خلاص اللي احنا مش عايزينها دي، ونبدا ان احنا سيب دي تسخن، نبدا ان احنا نجيب الرز بتاعنا اهو، وهقلب كل الكلام ده مع بعض واظبط الملح بتاعي، وابدا اعاير الميه بتاعتي واسيب الرز عندي يستوي اهو. هقلب كل الكلام ده كده مع بعض تمام،
اهو شايفين لونه حلو ازاي. وهبدا بقى ايه ان انا املح الرز بتاعي. احنا هنا حاطين مكعب واحد مرق، مكعب قلنا بمقدار معلقه، ودول حوالي 4 كوبايات، يعني محتاجين 4 معالق صغيره من الملح ممسوحه، تمام؟ معالق اللي هي الشاي دي. وهبدا ان انا احط الميه فوق الرز كده بعقله صباع اهو بالشكل ده. لو انا كمان نقع الرز البسمتي كده قبلها بنص ساعه هيدي نتيجه حلوه جدا اهو بالشكل ده. وهقلب، هزود بس شويه ميه كده بس كده وزي الفل. اقلب تقليبه واغطي واسيب الرز يتفلفل يغلي غلوه، وهوطي عليه يتفلفل براحته، تمام كده. هجيب غطا الحله. تعالوا بقى ايه قبل ما نطلع فاصل هنعمل كده حاجه بسيطه جدا. هنبدا ان احنا نسخن الحله دي اهو بالشكل ده، احط فيها شويه زيت كده يسخنوا. وهبدا اجيب مكرونه عقل صغيره اهو بالشكل ده، تمام، واحمرها، تمام. هقول لكم هنعمل فيها ايه بعد الفاصل، بس قبل الفاصل انا قلت هعمل دي عشان اكسب وقت ونفضل نحمرها كده شويه عشان ما ضيعش وقتكم واحنا شغالين. يبقى انا حطيت شويه زيت في الطاسه في الحله، وهبدا ان انا احمر المكرونه بتاعتي بالشكل ده. هقلبها تقليب مستمر عشان المكرونه اللي بتبقى العقل او مكرونه اللي بيبقى حجمها كبير شويه مع التحمير بتتحروق مني، فلازم افضل اقلب فيها عشان اتاكد ان هي كلها بتاخد نفس التحمير، درجه التحمير ونفس اللون.